احنا اليوم نجسد هذا الشكل النضالي الاحتجاجي بمدينة طنجة في إطار الإنزال القطبي بعد فشل الحكومة في حلحلة هذا المشكل الذي كنعانيو منه الآن منذ أزيد من شهرين، حيث أن المؤسسات التعليمية الآن مشلولة شلل تام. لكن للأسف كنا ننتظر واحد النوع ديال الحلحلة، واحد النوع ديال تجاوز المشكل من خلال استجابة الحكومة لمطالب الشغيلة التعليمية الواضحة، ولا تحتاج إلى العديد من الحوارات أو مسلسل من الحوارات، وإنما هي مطالب تتعلق بسحب النظام الأساسي والزيادة في الأجور، وفي نفس الوقت معالجة مجموعة من الملفات العالقة الفئوية. لكن للأسف الشديد الحكومة كتخرج علينا يوم الاثنين واحد التصريح اللي هو شفوي، وكطالبنا بأن باش نديروا النية. ولكن كيف يعقل ان نتحدث عن النية وانه كيتهضر معنا بتجميد النظام الاساسي وحنا ما كنشوفوش التجميد؟ اللي كنشوفوه الان هو تنزيل مقتضيات هذا النظام من خلال مجموعه من المراسيم، من خلال مجموعه من المذكرات اللي كتساند في المرجع ديالها على هذا النظام الاساسي. اذا كيف يعقل ان يكون هناك تجميد وهناك اجراء في نفس الوقت؟ اذا هنا كيخلينا اننا نخرجوا للشارع. الامر الثاني كنتحدثوا على المطالب في الزياده في الاجور. الاسره التعليميه اليوم هي تعاني من هذا الارتفاع ديال الاسعار، من هذا التضخم، ولكن كنشوفوا بان الاسره التعليميه لحد الساعه ما تزاد لها حتى شي حاجه مقارنه مع القطاعات الاخرى. اليوم تخوض الشغيلة التعليمية نضالا وحدويا على مستوى التنسيق الميداني بين الإطارات الثلاث. طبعا نحن في المجلس الوطني سطرنا برنامجا نضاليا دعونا فيه النساء ورجال التعليم إلى تجسيد وقفة احتجاجية ومسيرة حاشدة على مستوى إقليم طنجة. إذن هذه المسيرة وهذا البرنامج النضالي هو في الحقيقة هو واحد النوع من الرد اللي تعبر عليه الشغيلة التعليمية ضد المخرجات ديال النظام الأساسي، ضد واحد المجموعة ديال الممارسات اللي لاحظناها مؤخرا على مستوى التدوير ديال الأزمة ديال التعليم، على مستوى التصريحات بعض المسؤولين السياسيين، على مستوى أيضا بعض القرارات التي اتخذتها الحكومة خاصة تفعيل ما يسمى بالاقتطاع من الأجور ديال المضربين، وهذا يتنافى مع الحق في الإضراب اللي هو حق دستوري يكفله القانون. وأيضا الشغيلة التعليمية في إطار دفاعها عن المطالب المشروعة هي ما زالت صامدة، ما زالت ثابتة في الميدان، ويتوجه رسالتها إلى كل من يهمه من الأمر من أجل التقاط الإشارة، من أجل الاستجابة لما تطلبه هذه الشغيلة من ملفات ومشاكل وإذا تلبية حقوقها المشروعة. وبالموسى زيرو، وناقشة زيرو، وناقشة زيرو، وبغينا زيرو، وبغينا زيرو، وبغينا زيرو. اليوم في طنجة كنظموا واحد تظاهرة حاشدة تنزيلا للبرنامج للأسبوع الخامس اللي كنحتجوا فيه منذ 5 أكتوبر على مخرجات النظام الأساسي. اللي احنا كجامعة وطنية للتعليم وكتنسيق وطني نطالب بإلغاء وسحب هذا النظام، نظام المآسي، وكنقولوا للوزارة والحكومة رغم أنها تمطت الزمن المدرسي كتحمل المسؤولية فيه وأنها اقتطعت نساء ورجال التعليم، رغم ذلك أننا غادي نستمروا. اليوم 29 كذلك هو اليوم اللي كيتزامن مع المحاكمة نتاع 10
الاساتذه والاستاذات من خيره الاساتذه والاستاذات اللي نازلين للشارع يطالبون بمطالبهم العادله والمشروعه، لجأت الدوله المغربيه الى متابعتهم ومحاكمتهم، بمعنى ان الحكومه والوزاره تلجأ لجميع الطرق من اجل تني النساء ورجال التعليم الى الوصول الى مبتغاهم وتحقيق مطالبهم. نقول لهم على ان الشارع امامنا، كما نندد بالحوارات المغشوشة وهي في اللافتة، التنسيق الميداني على طنجة يرفض الحوارات المغشوشة ومتمسك بإسقاط النظام الأساسي. كنقول من يوجد في الشارع ومن يناضل هو الذي من حقه أن يفاوض، وبالتالي النقابات التي تستدعيها الوزارة للحوار لا تمثل الشغيلة التعليمية، ليست هي من دعت إلى الإضرابات، ليست هي من توجد في الشارع. هناك تنسيق وطني، تنسيق وطني مكون من 23 مكون يدعو إلى الإضرابات، ولازلنا مستمرون حتى تحقيق المطالب العادلة والمشروعة، ونحمل المسؤولية للحكومة والوزارة.